مع دخول الكروش 1823 ستكتمل جميع الأسماء في البوابات. إذن سيداتي أنساتي وسادتي، تتابعون أول أشواط هذه الأمسية على مسافة السيكس فور لونج لزيادة الدرجة الثالثة والرابعة والمبتدئة، العمر 4 سنوات فأكثر. الواهو هنا بمشاركة 8 أسماء، هنا الصدارة منذ البداية مع المعنقي 1846 ملك الخالدي وحسين مكي في القيادة، فوزي ناس في الإشراف والتدريب والمرافقة، تأتينا من الشعار الأخضر شعار الصخير هنا الكروش 1823 روزي كاسم في قيادتها، جعفر مرزوق في الاشراف من خلفهم تماما، هنا ملول شان 1865 مع مونس السيابي، يوسف طاهر في الاشراف والتدريب، وكذلك مصنان 1781 مع عبد الله كويتي في الاشراف رابعا، وكذلك التقدم خامسا من طويسان 1844. ولكن الثنائيه الكبيره الثنائيه الجميله بدات تبتعد، بدات تسير وتطير، هنا الاوضاع حتى الان مع المعنقي 1846 حسين مكي يترقب ينتظر ينتظر، ولكن في هذه الاثناء يسير ويطير، والكروش 1823 القادمة باندفاع قتالي، وصل المرشح، وصل الخطير، وصل الشعار الرفاع، انه طويسان 1844، ولكن المعنكي هنا شعار الخالدية، هنا شعار الخالدية، ولكن شعار الرفاع هذا الخطير، هذا ابرز المرشحين، هذا طويسان 1844، دخول قتالي ناري غير عادي، الله، هذا طويسان 1844 صاحب الصدارة وصاحب الانتصار. بالفعل مشاهدينا الكرام، طويسان 1844 هو من يقص شريط اولى اشواطها الامسيه. عبد الله الف مبروك على هذا الانتصار، تسارع جدا كبير من طويسان وقدر انه هو يقلص الفارق ويخطف اولى اشواطها الامسيه. الحمد لله رب العالمين على هذا الفوز. اخر مره الحصان خسر من نفس الحصان، وشفنا انه يعني انطلاقته كانت متاخره، فاليوم غيرنا الخطه، حاولنا نمشيه من وقت، والحمد لله الحمد لله تجاوب، وهالحصان عنيد يعني من النوع اللي لازم يعني يفوز، فالحمد لله اصر وانا اصريت وفزنا. الف مبروك على هذا الانتصار وان شاء الله متبوعه. ان شاء الله. شكرا عبد الله.